السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة جميلة جدا ومجانية، تقدر تحملها على طول من رابط الصورة كاس في الفيديو، وتقدر تستخدمها في شروحات. خلينا نفتح كام ستارت وأقول له أنوتيتور، فبيديك أداة بحيث حتى لو أنت شغال على أي برنامج من البرامج زي مثلا زوم أو وعايز إن أنت مثلا تشرح للطلبة، أو يبقى فيه زي كأنك بتكتب حاجة، هيبقى الموضوع سهل جدا معاك. هو الشريط ظهر اهوت، تقدر ان انت تحطه في اي مكان انت عايزه، تقدر تصغره لو انت عايز، تقدر تخليه اكبر، تقدر تستخدم بقى اقلام كتيرة جدا زي كده. مثلا انا بشرح اقول للطلبة، ممكن لو انت عندك كورس او كده تقدر ان انت تشرح بيه الوان مختلفة. تقدر تدوس هنا على السهم دوت وتغير اللون وتختار شفافية، تختار السكيل، السيكنس، عندك هنا أشكال كتيرة تقدر أنت تستخدمها، أي شكل تختاره وتبدأ إن أنت تشتغل بيه بالشكل ده. عايز تمسح بسيطة خالص، اختار أداة المسح وتقدر إن أنت تيجي هنا وتغير السجن بتاعتها بالشكل ده. المؤشر لو أنت مش عايز تختار حاجة، عايز تخرج من الأمر الموجودة. وبعد كده ممكن تلاقي أدوات بقى إن أنت عايز مثلا تقيس من مكان لمكان، مثلا من هنا لهنا، تقدر تضعف في الزاوية، تقدر تركز على جزء معين والباقي ميبقاش ظاهر معاك. بيديك أدوات كتيرة جدا تساعدك في الشرح. تسناب، تقدر تاخد لقطة معينة، تقدر تعمل تراجع في الحاجات اللي انت لسه عاملها دلوقتي بالشكل دوت. انا بقى خلاص بقى عندك زي وايت بورد تقدر تشتغل عليها عادي، وتقدر يبقى فيه اكتر من صفحة معاك زي ما انت عايز. تقدر تقفلها، تقدر انت تسيبها الشغل اللي انت عملته زي ما بالشكل دوت. انا بقى ممكن تاخد لقطة معينة او تسجل فيديو او تعمل لايف بورد كاست زي ما انت عايز. خد الصورة ويبدأ ان هو يسيف. ودي كلها ادوات مساعدة لو انت عايز تعمل درس تعليمي جميل ان شاء الله.